السلام عليكم ورحمة الله. لأول مرة سأقول لكم عاش الملك. قد تستغربون، ولكن فعلا عاش الملك، ويعيش الملك، وسيعيش الملك شئنا ذلك أم أبينا. فهو عاش مع أب لا يمتلك أي مشاعر أبوية. هكذا عاش الملك في كنف رب أسرة لم يجد حرجا في اغتيال أبيه واغتيال معارضيه وسجنه وتعذيبه واغتصابهم. عاش الملك داخل قصر كانت أجواؤه كلها عربدة وسكر ومجون وخيانات وتبادل أزواج واختلاط في الأنساب واستعباد للخدم وبذخ الأموال، أموال لم يتعبوا في جنيها، فقط اكتفوا بالقول إن هذا المال مالنا، فأصبح مالهم. ظنوا أنهم آلهة، فقالوا كن فكان. لكن لا تجزعوا، فهم لن يأتوا بالشمس من مغربها، وإذا استوفوا آجالهم لن يردوها. بكل بساطة هكذا عاش الملك، وهكذا سيعيش إلى آخر يوم في حياته. فالطقوس الشيطانية تورث في ذلك المكان، حيث لا أمان ولا ثقة، حيث يحذر الأخ من أخيه وابنه وأبيه. عاش الملك طفولة في زنزانة ذهبية. الكل يطيع أوامره ويجتنب نواهيه، والكل يقبل يده ويمنع على رفاقه أن يتفوقوا عليه في الدراسة حتى وإن كانوا يفوقونه ذكاء ونباهة. فالواجب عليهم أن يوهموه أنه هو الأذكى وهو الأقوى وهو الأوسم. لكن رغم كل ذلك لم يفلح أحد منهم أن يوهمه أنه هو الأفحل، لأنه اختار أن يكون مفحولا فيه. وهذا ما أزعج الحسن، فحدد إقامته وشدد رقابته وبعث خلفه الجواسيس لينقلوا أخباره، لأنه كان يخشى أن يصل خبره للعامة. عاش الملك وهم يلقبونه داخل القصر خلسة وفيما بينهم بالمرخي، نسبة إلى الرخويات والمخلوقات التي ليس لها عمود فقري. Oui, l'arabe, le français, un peu l'anglais à peine. هكذا عاش الملك. هكذا عاش الملك في وهم صدقه، لكن الواقع كذبه. أم خانت أبا مع حارسه الشخصي، ولم يجد المرخي فيه عجبا. أم قتلت زوجا لتتزوج بعشيق آخر ويعتلي الابن العرش. هذه الطقوس معمول بها عندهم بكل بساطة، هذه مع هذا، وهذا مع تلك، وتلك مع ذاك، وذاك مع الآخر، والآخر مع أخريات. الكل غلمان، والكل جاريات، والأميرات صاحبات السمو العفيفات الطاهرات، أمام الشعب كاسيات وفي الشطآن عاريات. والغريب في الأمر أنهن كلهن مطلقات، لم تستطع ولا واحدة منهن أن تعيش حياة طبيعية سوية مع زوج وأطفال وتكون أسرة وتحتويها. فهم لا يشعرون بالدفء إلا إذا عقروا خمرة، ولا يعرفون شيئا عن الدفء الأسري. هل فهمتم الآن كيف عاش الملك؟ لذا أنا أتفهمه ولا أستغرب منه فعلا. فداخل هذه المزبلة
لن تجد عاقلا يعلمه مبدأ أو خلقا، ولن يؤنبه ضمير، لأن عيشة البعير هي أكل وشرب وجماع فقط. وعندما يلبسون جلباب بني البشر فيكون ذلك فقط قناعا لجمع الأموال وأكلها بالباطل وهتك الأعراض وتعذيب العباد. وحتى بعد أن اعتلى المرخي العرش لم يتجنب تلك العادات السيئة ولو من باب الاحتياط والحفاظ على صورته، لأنه يعرف يقينا أنه لا يمثل شعبا، هو يعيش وحيدا لنفسه. ورغم ذلك لا زال الشعب متشبثا بخرافة أسطورية روتها الجدات فيما مضى، فهو لا يتردد بأن يفخر بأنه أمير المؤمنين، وفي نفس الوقت تجده يتاجر بالخمور ويمتلك القصور والبنوك ويغتني منها من خلال القروض الربوية المحرمة أصلا. يمضي أسبوعا في ملاهي ليلية أغلبها خاص بأصحاب النزعات والميولات القزحية، ويصلي يوم الجمعة ظهرا عادي ويختفي عصرا ليحتفي عشاء مع أحد الأبطال الخارقين الذين منهم من أصبح من أغنى أغنياء البلد بفضل عطاءات الملك، ومنهم من تم اغتياله لأنه فضح أمر الملك. عاش الملك وهو خائن لوطنه، يده في يد العدو، يسلمه مفاتيح الخزنة بيديه ويتقاضى أجرة الخيانة كأي عميل عاش، وهو لا يربطه بهذا الوطن أي شيء. لا غيرة على البلد ولا حمية للمواطن. أجداده سلموا من هذه الأرض قطعا للعدو، فما كان منه إلا أن غطى أكتاف زوجة العدو بسلهامه وقبل يدها، ثم انصرفت بعد أن قضوا أمسية على حساب خزينة الدولة من أموال دافع الضرائب. لذلك لا تعقد الأمور، لأن من قال عاش الملك لن يطيل في عمر الملك، لأنه لكل أجل كتاب ولكل فعل حساب أيضا. عاش الملك هي مجرد عبارة تستعمل لنقل خبر، كأن أقول مثلا عاش البغل في الإسطبل، أو عاش الذئب في الحديقة، أو عاش الذباب فوق بعرة البعير. هي مجرد جمل وعبارات مفيدة تصف سياسة غير رشيدة.